مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله مساكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه في هذا المساء، وشعارات يا ابناء القبائل والسن اللقايه. وعلى بركه الله ينطلق الشوط التاسع الخاص للبكار من مسافه 4 كيلومترات، وجائزه هذا الشوط نيسان بترول ستيشن. نبدا بعد المراكز وننطلق مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثه عن الناموس. نبدا مع البدايه، اول المراكز عزامه السنيد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية يتقدم مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثانيا ابتكار هجن السيلية مع ثاني الأسماء تتقدم مع ابتكار. ثالث المراكز القادمة مزون سالم بن سعيد بن سالم الوارد المري يتقدم مع ثالث الأسماء وثالث الشعارات. رابعا القادمة الصيدلية صالح بن حمد بن صالح بوشريدة مع رابع الأسماء. خامس المراكز القادمة والمنطلقة مع خامس الأسماء مهمة الفهيد بن مسعود بن راشد آل فهيدة المري مع خامس المراكز. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمندفعة. ونعود مع الدعية، الدعية مع البداية مع عزامة السنيد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية يتقدم مع أول المراكز. ثانيا ابتكار تنطلق بشعار هجن السيلية مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث الأسماء الصيدلية بوشريدة ينطلق مع الصيدلية على ثالث التحديات. رابع المراكز قادمة نخوة سعيد بن علي بن حمد آل بريس المري يقدم لنا نخوة مع رابع المراكز. خامس الأسماء مزون سالم بن سعيد بن سالم المري مع خامس المراكز وخامس التحديات. ولكن المنعطف ما قبل الأخير، الدعية على البداية مع أول الأسماء يقدم لنا عزامة سنيد بن علي بن سالم. الدعية مع أول المراكز وأول التحديات. ثانيا قادمة الصيدلية تتقدم بشعار صالح بن حمد بن صالح بوشريدة مع ثاني المراكز. ثالثا القادمة والمنطلقة مع ثالث الأسماء مهمة 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 فهيد بن مسعود بن راشد آل فهيدة المري. ورابع المراكز القادمة شواهين علي بن محمد بن مهلهل الحايف المري مع رابع المراكز. خامس الأسماء قادمة سلطة خالد بن سعيد بن خالد الشهواني يتقدم مع سلطة مع خامس المراكز وخامس التحديات. الله الله الله، غير بوشريدة تقدم مع الصيدلية صالح بن حمد بن صالح بوشريدة. أجواء الكيلومتر الأخير والخطير، بوشريدة بدأ بالانطلاق مع الصيدلية صالح بن حمد بن صالح بوشريدة. ثاني الأسماء خادم الحايف يتقدم مع ثاني الأسماء مع شواهين، والشهواني خادم مع سلطة، والعيدة مع ابتكار. الله الله الله، السيارة نيسان بترول ستيشن عند خط النهاية. بوشريدة بوشريدة مع البداية، الصيدلية سلطة قادمة، ابتكار مع هجن السيلية. الله الله، وصل الحايف وصل بن برقان، ولكن الصيدلية مع أول الأسماء وأول الشعارات. صالح بن حمد بن صالح بوشريدة الحايف قادم مع شواهين. الله يا بن مهلهل قادم مع ثاني الأسماء، ولكن بوشريدة مع الصيدلية. شواهين قادمة، شواهين بن مهلهل مع ثاني الأسماء، ولكن
ساكن بوشريدة، النيسان بترول بوشريدة، بمهلهل الحايف مع شواهين 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 مع النيسان، تنطلق شواهين 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 مع الفوز مع الانتصار، بمهلهل ينطلق مع الانتصار ومع الفوز، سلام بمهلهل سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، تهانينا والناموس لمالك شواهين علي بن محمد بن مهلهل الحايف المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصلت الصيدلية صالح بن حمد بن صالح وشريدة، وثالث المراكز ابتكار هجن السيلية، ورابع المراكز هناك شهاليل محمد بن بخيت بن برقان، وخامس المراكز خامس المراكز سلطة خالد بن سعيد بن خالد الشهواني الهاجري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحنية حتى خط النهاية. تهانينا والناموس لمالك شواهين علي بن محمد بن مهلهل الحايف المري، والتوقيت الزمني 5:55 و25 جزء من الثانية. تهانينا والناموس وسعد الله مساك يا بن مهلهل على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الأسماء وصلت الصيدلية بشعر بوشريدة 5:55 و80 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن حمد بن صالح بوشريدة، وثالث الأسماء ثالث الأسماء وصلت شهاليل مع ثالث الأسماء، والتوقيت الزمني 5:58 و27 جزءا من الثانية بشعار بن برقان محمد بن بخيت بن برقان. فتهانينا والناموس لجميع